كمان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أرسل بركية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد، وجي فيها يطيب لي وهيئة الشرطة ونحن نتهيأ لاستقبال العام الهجري الجديد أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني، سائلين الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد. سيادة الرئيس، إن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروسا عظيمة نستلهم منها إرادة الصمود والإيمان والتضحية لتحقيق أهداف رسالتنا النبيلة في حماية مصر وأبنائها والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها في قادم الأيام ومستقبل التحديات. حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها ووفق خطى سيادتكم لتحقيق المزيد من النمو والتنمية والرخاء، إنه تعالى على كل شيء قدير. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير.